نفذ العشرات من طلاب جامعة العطاء في تعز وقفة احتجاجية تنديدا برفض الجامعة قرار وزارة التعليم العالي القاضي بتسعير الدولار ب 300 ريال في الجامعات الخاصة. ويطالب الطلاب باعتماد سعر الدولار ب 300 ريال يمني حسب الوعود والمواقف التي تبنتها الجامعة أثناء رفع الجامعات الأخرى أسعار الدولار إلى 400 ريال. وقال الطلاب إن تبني الجامعة هذا الموقف جعل الكثير من الطلاب ينقلون ملفاتهم من جامعات أخرى، في حين اتضح أن هذا الإجراء كان ترويجا للجامعة لا سيما بعد قرارها رفع القيمة ومساواتها بالجامعات الأخرى. ورفعت الوقفة شعارات تدعو الوزارة إلى إلزام الجامعة بالتسعيرة الصادرة عنها وإنزال لجان للإشراف على عملية الدفع بما جاء في القرار الوزاري. خرجنا اليوم من أجل أن نلزم جامعة العطاء أن تطبق القرار الوزاري الذي أعلنه وزير التعليم العالي، وهو وضع صرف الدولار 300 ريال، وجامعة العطاء تريد المبلغ 400 ريال للدولار الواحد، وجامعة العطاء أعلنت رفضها رفضا قاطعا لتنفيذ تعليم الأمر الصادر من وزارة التعليم العالي. ونحن نطالب سيادة الوزير البروفيسور خالد الأصابي بتنفيذ القرار على جامعة العطاء وإنزال لجنة مراقبة من أجل هذا القرار وتطبيقه.